مرحبا بكم. أعلنت جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن استكمال التحضيرات لتنظيم المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال والمزمع انعقاده أواخر مارس الجاري تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 200 سيدة أعمال يمثلون دول الخليج والوطن العربي وشرق آسيا، إضافة إلى نخبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال في شتى قطاعات الاقتصاد. وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي أن المنتدى يعكس ريادة البحرين في رعايتها السباقة لنجاحات وإسهامات المرأة في قطاع الأعمال. أبرز أهداف المؤتمر هو خلق شراكات اقتصادية بين سيدات الأعمال، خلق فرص تعاون، بيكون مثل بنهيئ لهم مثل الأرضية للتعاون في المستقبل. طبعا نظرتنا راح تكون نظرة مستقبلية حق لونج تيرم، خلينا نقول اللي هي شراكات طويلة المدى وتعاون إن شاء الله، والاستفادة من الخبرات ومن الخبرات المتحدثين اللي راح يجون إن شاء الله ويشاركون في المحاور.